يقول: إذا لم أسمع تكبيرة الإحرام أنا ومجموعة من المأمومين، لكن بعد ذلك تابعنا الإمام، فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا دخلتم بنية وكبرتم تكبيرة الإحرام فصلاتكم صحيحة، ولو لم تسمعوا تكبيرة الإمام، يعني إذا لم تسمعوها في الأول ثم عرفتم أنه دخل في الصلاة ثم كبرتم تكبيرة الإحرام ودخلتم في الصلاة فإن صلاتكم صحيحة، لكن إن فاتكم شيء من الصلاة، فاتكم ركعة فأكثر، فإنه إذا سلم الإمام تقومون وتقولون ما فاتكم. أما إذا كبرتم في الركعة الأولى وأدركتم الركوع الركعة الأولى فصلاتكم صحيحة وتامة إن شاء الله.